احنا بنتكلم عن المبادرات اللي بيقوم بيها الشعب المصري علشان ينقذ ويساعد اهالينا في غزه. برضو ده حصل، وشفنا بدأت كده مؤسسات العمل التنموي بإطلاق مبادرات مصرية، إطلاق حملات موسعة للتبرع بالدم زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا معانا. شفنا كمان حياة كريمة اللي أعلنت النهاردة عن مشاركتها في الحملة الشعبية للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني. دلوقتي معانا على التليفون أستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة. مساء الخير على حضرتك. ويعني التبرع بالدم وحملات التبرع بالدم والأعداد الكبيرة اللي موجودة في الحملات دي، مجرد الإعلان عنها في كل حتة في مصر الحقيقة بتعكس شعور الشارع المصري وقد إيه إحنا يعني عايزين نساعد أهالينا في غزة وأهالينا في فلسطين بكل ما نملك. مساء الخير على حضرتك. بصراحة الحمد لله، يعني الحملة أول ما أطلقناها لقينا الناس بدأت تسأل على الفيسبوك وفي كل حتة مواعيد التبرع، امتى العربيات هتبقى واقفة، فين وأماكن التبرع ايه، وهي عربيات متنقلة ولا أماكن ثابتة. فتجاوب الناس معانا كان إيجابي، وده كمان كان ليه مردود على اللي ما قدرش يتبرع بالدم لأي سبب تاني، كان بيسأل طب أقدر أتبرع ازاي بحاجات عينية أو ماليا. فيعني الشعب المصري دايما بيراهن يعني على ان هو السند، مش بس داخلية لبعض وبعض، هو كمان سند لاخواتنا المسلمين. صحيح. ازاي بتتابعوا الحملة؟ ولو تقولي لنا كده وتعرفي السادة المشاهدين اماكن الحملة متواجدة فين، لو في نقاط معينة، نقاط للتمركز داخل المحافظات، ولا هي عربيات بتجوب المحافظات، ولا الامر ماشي ازاي؟ احنا حظينا في الحملة ديت ان هي كانت بالتنسيق، او يعني التنسيق كامل للتحالف الوطني، فكان وجود من كل مؤسسات المجتمع المدني على التجاوب، خاصة اللي عندها اوريدي عربيات متنقلة وبتقدم خدمات صحية. قدرنا نبقى متواجدين النهاردة في 13 محافظة، فصص مختلفة، في ميادين عامة، في مستشفيات، في عربيات متنقلة. فده كان يعني الأماكن كانت متفرقة ومختلفة، في أماكن كنا قاعدين في الحضور، أماكن كنا نبقى موجودين بنقطة أو أكثر. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه الجهود المحمودة اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم بتعكس قد إيه الشارع المصري كل واحد فيه نفسه يساعد إخواته وأهله في غزة وفي فلسطين.